بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يلزم الاعتكاف في النوم في المسجد، وهل يلزم الاعتكاف في الحرمين أم في أي مسجد؟ نرجو شرح ذلك مأجورين. الاعتكاف يشرع في كل مسجد تصلى فيه صلاة الجماعة، في كل مسجد تصلى فيه صلاة الجماعة من مساجد الأرض ولله الحمد. ولكن إذا كان في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو المسجد الأقصى فإنه أفضل، المساجد الثلاثة أفضل من غيرها من المساجد، فإذا اعتكف في واحد منها فهو أفضل، وإلا فاعتكافه في أي مسجد من مساجد المسلمين التي تؤدى فيها صلاة الجماعة فإنه يحصل به المقصود ولله الحمد. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، هذا عام في كل المساجد. نعم.